الله عليهم سابقا ودرسا عمليا لكل مقاومة شعبية شريفة كمقاومتنا الشعبية وجيشنا الوطني. أيها الصامدون، أيها المجاهدون المرابطون، أيها المناصرون والداعمون للحقوق الشرعية للشعوب، في شوال من السنة الثالثة من الهجرة خرجت قريش بخيلها وخيلائها، خرجت قريش بكل ما تقدر عليه من عدة وعتاد، رجالاً ونساءً بلغوا 3000 مقاتل يقصدون المدينة المنورة لقتال المسلمين واستئصال شأفتهم وكسر شوكتهم وإطفاء نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن نور الله عز وجل يحرق الطغاة الذين يقتربون منه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد للحفاظ على الدين، للحفاظ على العرض، للحفاظ على الأرض، لدفع المعتدين، لرد الغزاة المتكبرين، أعلن صلى الله عليه وسلم النفير العام ووعد المؤمنين بنصر الله وثوابه وما أعده الله للشهداء، وطبق صلى الله عليه وسلم فريضة الشورى فاستشار أصحابه في الخروج للقتال خارج المدينة أو البقاء فيها، فأشار الكثير من الصحابة بالخروج للقتال، فكان رأي الأغلبية ملزم لرسول الله، فنزل عليه الصلاة والسلام عند رأي الأغلبية وهو النبي الذي يوحى إليه من السماء، مع أن رأيه كان صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة في 1000 من الصحابة، حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد كانت المفاجأة، حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد كانت المفاجأة المتوقعة في أي معركة عظيمة يخوضها العظماء، فلا يصمد معهم من لا يستحق هذا الشرف، لا يصمد معهم من لا يستحق هذه الكرامة، لا يصمد معهم من لا يستحق أن يتقلد هذا الوسام العالي، لا يستحق أن يكون معهم من لا يؤمنون بهدف هذه المعركة السامي، من يحتشدون في الولائم ويتدافعون عند الغنائم. سيغادر هؤلاء المرتزقة الميادين وسينفصلون عن الركب المبارك، وفعلاً كانت المفاجأة والتي ميزت الخبيث من الطيب والمجاهد من المتفود. انسحب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رأس النفاق بثلث الجيش حتى يحدث هزةً واضطراباً في معنويات الجيش المؤمن، المؤمن بهدفه، المؤمن بمشروعه، المؤمن بخياره، المؤمن
بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. خرج عبد الله بن أبي ونكس على عقبيه وقال: هو ومن معه لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. قال: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. حجة واهية وسخيفة يرددها هؤلاء الخوارون، هؤلاء المرجفون عند كل مواجهة، قديماً وحديثاً، حتى وأن وصل العدو إلى عقر دارهم واستباح حماهم. لكنها سنة التمييز والتميز ليميز الله الخبيث من الطيب. لم يتوقف المسير ولم يتعرقل السير، بل سار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 700 من أصحابه من الأرقام الصحيحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعسكر بهم بجوار جبل أحد وقسم الجيش إلى 3 كتائب وغير القادة وحثهم عليه الصلاة والسلام على الجهاد والصبر والطاعة وعدم الخلاف، ثم جعل ظهورهم مسندة إلى جبل أحد، وجعل على الجبل 50 راميا وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وكأن تعز ساحة أحد وجبل صبر الشامخ هو جبل أحد، والمقاومة والجيش الوطني يسندون ظهورهم إلى هذا الجبل الشامخ، وقادة المقاومة والجيش الوطني يخاطبون من على الجبل: يا أهل العروس، يا أهل العروس، لا تبرحوا أماكنكم. ولو تساقطت منا الرؤوس أو انتزعت من أجسادنا النفوس، اثبتوا في مواقعكم ولا تأمنوا مكر المجوس. أيها الإخوة، بدأت المعركة واستعرت نيرانها، واستبصر المسلمون في القتال، وسجل التاريخ بطولات رائعة لجند الحق والعدل والحرية، وانتصر المسلمون في البداية عندما التزموا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحب المشركون منهزمين، وتبعهم المسلمون يقتلون ويغنمون ويأسرون. فلما رأى الرماة ذلك نزل كثير منهم وتركوا أماكنهم وخالفوا أمر قيادتهم، وصمد أميرهم عبد الله بن جبير صمد مكانه مع عدد قليل منهم. وهنا كانت الكارثة. عند المخالفة تكون الكارثة. انتهز خالد بن الوليد ولا يزال يومئذ مشركا، انتهز فرصة خلو الجبل من الرماة ونزول أكثرهم، فالتف ورجع هو ومن معه من جنده، فقتلوا من بقي من الرماة
وقتل أميرهم وأخذوا يهجمون على المسلمين من الخلف حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا وجهه، وشاع في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فازداد فزع المسلمين. وبهذه اللحظة العصيبة ثبت محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت في موقفه وفي موقعه وفي مكانه، ومعه نفر من أصحابه يدافعون عنه بأجسادهم وأرواحهم في صورة رائعة بين الحب والتضحية. وعاد المسلمون إلى الثبات، ويأس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم، فتوقفوا رغم أن المسلمين وصلوا إلى حالة كبيرة من التعب والألم لما أصابهم. وعلم الله بما بعباده من الهم والغم والخوف والألم، فأنزل عليهم نعاسا ناموا فيه وقتا يسيرا ثم أفاقوا وقد زالت عنهم الآلام. ونزل القرآن الكريم يخلد هذا الموقف، قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقول أبو طلحة واصفا تلك الحالة، قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. عباد الله، أيها المجاهدون المرابطون، لقد كانت غزوة أحد بما فيها حياة مؤلمة تربية للأمة في كل زمان ومكان، لما فيها من دروس وعبر تتوارثها الأجيال تلو الأجيال. ومن هذه الدروس الدرس الأول: حب الجندي لقائده. حب هذا الحب الذي تمثل في حب الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر ذلك بصورة عملية حيث دافع المسلمون عن نبيهم وأقاموا حوله سياجا بأجسادهم وسلاحهم واستماتوا بالدفاع عنه. فهذا أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري، يتعرض للسهام بجسده وهو يقول: نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ويمتص مالك بن سنان الدم من وجلة رسول الله حتى أنقاها. وهذه المرة المجاهدة التي أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فلما نعوهم لها قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: استشهد زوجك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: واستشهد أخوك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: واستشهد أبوك. قالت: ما فعل برسول الله؟ قالوا: رسول الله بخير. قالت: أروني رسول الله، أنظر إليه. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، سما حب المسلمين للرسول فوق كل حب. ومن خلال غزوة أحد
يتبين لنا أن المعاصي من أسباب الهزيمة، المعصية سبب رئيسي للهزيمة، وتخلف النصر عن الأمة فبسبب معصية واحدة ذهب النصر عن المسلمين. أيها المجاهدون المرابطون، لن تنتصروا إلا بالطاعة، ولن نهزم ويتأخر النصر إلا بالمعصية، فبسبب معصية واحدة ذهب النصر عن المسلمين بعد أن انعقدت أسبابه ولاحت بوادره. إن مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلب الموازين وأدى إلى الهزيمة. فسنن الله لا تحابي أحدا، وإن كان قائد المعركة محمد صلى الله عليه وسلم، فمخالفة الأوامر من قبل الرماة غيرت الموازين، مع أن قائدهم التزم الأمر. ومن ثم ينبغي أن نعلم أنه وإن كان إعداد العدة والعدد مطلباً شرعياً، إلا أن النصر والهزيمة لا يتوقفان عليهما، فبالمعاصي تدور الدوائر، فقد فاضت أرواح بسبب معصية، ومحيت حضارات كثيرة بسبب الذنوب والمعاصي. فالمعاصي سبب كل عناء وطريق كل شقاء، ما حلت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا فشت في مجتمعات إلا أشقتها، وهي من الأسباب الرئيسية للهزيمة، في الحروب. ومن ثم ينبغي البعد عنها والحذر منها. قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، كان الدرس قاسياً بسبب المعصية، 70 شهيداً على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ومن الدروس المستفادة خطورة إيثار الدنيا على الآخرة، وإن ذلك مما يفقد الأمة عون الله ونصره وتأييده. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفي ذلك درس عظيم يبين خطورة حب الدنيا، وإن التعلق بها قد يتسلل إلى قلوب أهل الإيمان وأهل الصلاح، وربما خفي عليهم ذلك فآثروها على ما عند الله مما يوجب علينا أن نتفقد أنفسنا ونحاسبها، وأن نزيل كل ما من شأنه أن يحول بيننا وبين الاستجابة لأوامر الله ونواهيه. عباد الله، أيها المجاهدون، ومن الدروس المستفادة دخول الإشاعة كسلاح من أسلحة المعركة، فقد تكون حاسمة لصالح العدو وتهبيط همم ومعنويات المقاتلين عندما يشاع قتل القائد
فمن الناس من قال نعود إلى المدينة وسقطت السيوف من أيديهم، ومنهم من قال نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة رحمة القائد بجنوده. أيها القادة، الرحمة الرحمة، الرحمة الرحمة، فرحمة القائد بجنوده هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا رسول الله كان رحيماً بأصحابه، فلو كان فظاً غليظ القلب ما التفت حوله تلك القلوب وتلك المشاعر. فالجندي أيها القادة محتاج إلى رفق ورحمة، محتاج إلى قلب يشعر بهمومه وآلامه ويشفق عليه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف الرماه، لم يعنف الرماه، لم يعنف الرماه الذين خالفوا أمره، ولم يخرجهم من الصف، بل قابل أخطاءهم وضعفهم برفق وحكمة وعفو. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بل إن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت في هذه المعركة الكافرين الذين أرادوا قتله، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف بعد إصابتي يوم أحد، بعد إصابتي يوم أحد: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان من نتيجة ذلك الدعاء أن أبا سفيان في أحد كان شعاره اعلوا هبل، وفي فتح مكة كان شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله. ووحشي الحبشي يقتل بحربته حمزة، ولكنه يسلم بعد ذلك ويقتل بتلك الحربة مسيلمة الكذاب لعنه الله. وهذا خالد بن الوليد من أحرز النصر ضد المسلمين، يعود إلى الله ويصبح سيفاً من سيوف الله، سيف الله المسلول، خالد بن الوليد. ومن هذا المنطلق فنحن ندعو جميع المغرر بهم من مليشيات الحوث والمخلوع إلى الانضمام إلى الشرعية، وكل حقوقهم الشرعية مكفولة كزملائهم في الجيش الوطني، ولا يوغلوا في كثرة الإيذاء للشعب ودعم الانقلاب. إن غزوة أحد معركة اجتمع فيها النصر والهزيمة، ومع ما فيها من آلام وجراح وشهداء وجرحى، إلا أنها كانت درساً عملياً للصحابة الكرام، وإن كان الثمن غالياً إلا أنه باقٍ على مر العصور، يتعلم منه المسلمون أسباب النصر وأسباب الهزيمة وآثار التطلع إلى الدنيا وعقوبة مخالفة الأوامر. فما أحرانا وأحرى قادتنا وجنودنا للوقوف عند هذه الغزوة والاستفادة من دروسها وعبرها. فما أشبه الليلة بالبارحة، وليس هنالك فرق بين من أدموا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد
وبين من يطعنون في عرضه اليوم، بين من قتلوا الصحابة في ذلك اليوم، وبين من يلعنون الصحابة اليوم. إن معركتنا مستمرة، وتضحياتنا كبيرة، وآلامنا قوية. وصدق الله القائل سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. بارك الله لي ولكم بقرآنه العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك بر الرؤوف الرحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم مرة ثانية ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. عباد الله، إن معركة أحد تعلمنا كيف نصحح أخطاءنا. إن بذل النصيحة وتصحيح الخطأ والعودة إلى الحق والتحذير من ارتكاب المعاصي في مقاومتنا دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالدين النصيحة بلا تجريح ولا تشهير ولا تخوين ولا أحكام مسبقة من دون تثبت ولا دليل، لتعالج كل السلبيات في قنواتها الشرعية وتتخذ حيالها المعالجات القانونية حتى لا تعاد سلوكيات النظام السابق البائد على يد بعض ضعفاء النفوس ممن ينتسبون إلى فريق منكم من يريد الدنيا. إننا من أجل حماية شعبنا من هذه السلوكيات السلبية لا نزال هنا في الساحات، ولا يزال أبطالنا مرابطون بالجبهات. فكما حرمت علينا شرعاً الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فحقوق الشهداء والجرحى والمرابطين بالجبهات بالجيش الوطني مصانة ومحمية ومحربة ومحرمة. محرم التلاعب أو المساس بها أو التعقيد في الوصول إليها. لن نقبل التلاعب بمستحقاتهم أو اجتزائها بالخصميات الغير قانونية لتروح إلى بعض الجيوب، بل لتذهب إلى الجبهات وتحصين مواقعها. وكل من لديه تظلم فليعد إلى قيادته في الجبهة التي يداوم فيها، وليس إلى شارع جمال، فشارع جمال ليس فيه القيادة التي يجب أن تحل المشاكل التي تحدث هنا وهناك. وفي الختام، نوجه شكرنا لكل أبناء محافظة تعز، سلطة محلية وأحزاباً سياسية ومنظمات مجتمعية ومقاومة شعبية وجيش وطني. نشكر الجميع، وخاصة أولئك الذين عملوا على إطلاق مرتبات المعلمين المرحلة الثانية والثالثة، والذين هم مستمرون بالمطالبة لإعطاء المعلمين وكل موظفي محافظة تعز جميع حقوقهم، جميع الحقوق الشرعية في المرتبات ومساواتها بالمناطق المحررة. كما نشكر الجهات الأمنية بكل تخصصاتها وبكل فروعها وأقسامها على المواقف وعلى التواجد الذي لمسناه ولمسه المواطنون في مدينة تعز. ونطلب منهم المزيد، ونطلب من الشرعية دعم الأجهزة الأمنية بكل ما تحتاج إليه من المعدات والأدوات والدعم المادي والمعنوي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.